إطلالة البساط لهذه الحلقة تدور حول المثل العربي المأثور: مكره أخاك لا بطل. فما هي قصة هذا المثل المتداول بكثرة بين الناس؟ للمثل قصة وقعت أثناء الفتنة التي وقعت بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان. فحينما اشتعل فتيل المعارك بين جيش علي وبين جيش معاوية ومن معه من باقي الصحابة، خرج علي في إحدى المعارك فخلع درعه من على جسده طالبا من يبارزه. كانت مواجهة السيوف بين رجلين تقليد في حروب العرب قديما، وكان ذلك رمز للشجاعة والإقدام. فهب جند معاوية إقدام علي رضي الله عنه، كيف لا وهو ابن عم الرسول الكريم وصحبه، الرجل القوي البليغ الذي لا يقهر، صاحب الصولات والجولات في المعارك والغزوات. رغم توفر معاوية على أمهر الفرسان، إلا أنه لم يستطع أي شخص مواجهة علي، حتى معاوية نفسه لم يتجرأ لما رشحه الجند لتلك المهمة، فقد رفض والتفت لعمرو بن العاص طالبا منه الخروج لأبي الحسن. فصعق عمرو من ذلك الطلب وقال متعجبا: أبارز أبا الحسن؟ كان على استعداد لقتال أي رجل عدا علي، فمواجهة علي بن أبي طالب لم تكن بالأمر اليسير والهين. فلما أحس معاوية الرفض من عمرو قال له: عزمت عليك أن تبارزه. فخرج عمرو بن العاص مكرها، فلما وقف أمام علي رضي الله عنه رمى سيفه على الأرض وقال له: مكره أخاك لبطل. وفي رواية أخرى: مجبر أخاك لبطل. فضحك علي ورجع إلى صفوف جيشه ولم يتواجه معه. بعدها تقاتل الجيشان في معركة طاحنة خلفت وراءها الكثير من القتلى، وانتهت بنصر علي بن أبي طالب على معاوية وجيشه. اعتبرت هذه الفتنة من أشد الفتن التي مرت على المسلمين حتى يومنا هذا، في حين أصبحت مقولة عمرو بن العاص قول يتداولها العرب فيما بينهم بعد ذلك، وأضحت مضرب المثل لمن اضطرته الظروف أن يفعل شيئا برغم أنفه، أو لمن وضع في مواجهة توحي بالشجاعة والإقدام، ولكنه في حقيقة الأمر لم يكن له الاختيار في سلك سبيلها، والله أعلم بذلك. في أمان الله.